يقول أنه يحافظ على الصلوات، ولكنه في صلاة الفجر ربما لا يذهب إلى المسجد نظرا للأوضاع الأمنية هناك، فما هو التوجيه له في ذلك؟ الله عز وجل أمر بالصلاة وبحفظها، ومن حفظها أداؤها حيث أمر الله تعالى أن تؤدى فيه. لكن إذا كان هناك ما يمنع من خوف أو مرض أو نحو ذلك، فهي أعذار تبيح التخلف عن الجماعة، ويصلي حيث شاء. إذا كانت الصلاة، إذا كان الخوف مؤثر في الصلاة ذاتها وفي صفتها، فكذلك في موضعها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، يعني في أمر من أمور حياتكم، ولم تتمكنوا من الاتيان بالصلاة على النحو الذي أمرتم به، فإن خفتم فرجالا، أي فصلوا وأنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبانا، يعني وأنتم راكبون. ومعلوم أن الراجل والراكب يقع منه إخلال بأركان الصلاة وواجباتها، ما يتأثر به وصف الصلاة المعتاد الذي أمر الله تعالى به ورسوله. لكن الله رخص في ذلك دفعا للخوف والمشقة. فإذا كان الخوف قائمة أسبابه، فلا حرج في أن يترك الصلاة في المسجد ويصلي في بيته، وهو معذور ومأجور، معذور في ترك الجماعة ومأجور في رغبته في المجيء الذي حال بينه وبينه العذر. إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في رجوعه من تبوك. قال: وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فمن حبسه عذر أو مرض عن واجب كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما.